الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الإعدادي، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الثالث في الهندسة، بيتكلم عن تساوي مساحتي مثلثين. درسنا قبل كده يا أولاد إن مساحة المثلث بتساوي نصف طول القاعدة في الارتفاع الموازي لها. المثلث ليه 3 قواعد وتلات ارتفاعات، كل قاعدة بيقابلها ارتفاع. ونتيجة للنظرية اللي معانا أو القاعدة اللي احنا خدناها، إذا تساوى طول قاعدتي مثلث وتساوى ارتفاعهما المناظرين لهاتين القاعدتين كان هذان المثلثين متساويين في المساحة. يعني لو مثلثين أو أكتر قواعدهم متساوية وارتفاعاتهم متساوية، أقدر أستنتج إن مساحة المثلث الأول بتساوي مساحة المثلث التاني والتالت وهكذا. نظرية معانا يا ولاد، اشتغل عليها نظرية 2: المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأسهما على مستقيم يوازي هذه القاعدة يكونان متساويان في المساحة. يبقى شرط المثلثين عشان يكونوا متساويين في المساحة إن هما يكونوا مشتركين في قاعدة واحدة ورؤوسهم بتقع على مستقيم يوازي هذه القاعدة. نتائج مهمة يا ولاد على النظرية. نتيجة 1: المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول والمحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية في المساحة. يعني لو ركزنا المثلث ألف باء جيم والمثلث هاء دال واو والمثلث صاد س م، كانت القواعد متساوية. قاعدة باء جيم بتساوي قاعدة هاء واو بتساوي قاعدة س م، والارتفاعات كلها بتلاحظ إن هي متساوية في الطول، يعني الارتفاع الأول يساوي الارتفاع التاني يساوي الارتفاع التالت، فبالتالي المساحات كلها هتكون متساوية. يبقى المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول والمحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية في المساحة. نتيجة 3: المثلثات التي أطوال قواعدها متساوية وعلى مستقيم واحد ومشتركة في الرأس تكون متساوية في المساحة. لو لاحظنا الشكل اللي قبلنا، مثلث أ ب ن والمثلث ن ج د قواعدهم متساوية، أ ب بتساوي ج د ورأس المثلث الأول هي نفسها رأس المثلث الآخر، فبالتالي مساحة المثلث أ ب ن بتساوي مساحة المثلث د ج ن. في ملاحظة مهمة في الشكل المقابل، وإذا كان أ ب بتساوي نصف القطعة اللي هي ج د اللي هناك، أ ب بتساوي نصف ج د، فإن مساحة المثلث ن أ ب بتساوي نصف مساحة المثلث ن ج د. شوف تمارين يا ولاد الكتاب مع بعض. رقم 1: أكمل ما يأتي: المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأسهما على مستقيم يوازي هذه القاعدة يكونان متساويان في المساحة. المثلثات رقم 2: المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول والمحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية في المساحة. متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين متساويين في المساحة. متوسط يا أولاد بيقسم سطح المثلث لمثلثين متساويين في إيه؟ في المساحة. رقم 2: المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول والمحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية في المساحة. وقلنا إن متوسط المثلث، طبعا المتوسط يا ولاد عبارة عن قطعة مستقيمة مرسومة من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل. يعني مثلا الشكل تحت ده ألف باء جيم، طالما ده منتصف باء جيم يبقى ألف ده المتوسط، طالما هو متوسط هيقسم المثلث إلى مثلثين متساويين في المساحة. رقم 4: إذا كان ألف باء جيم مثلث وده منتصف باء جيم، فإن مساحة المثلث أ ب د تساوي مساحة المثلث أ ج د على الرسمة تحتها. طب إذا كان س ل متوسط في المثلث س ص ع، فإن مساحة المثلث س ص ع يساوي نقط مساحة المثلث س ص ل. هنرسمها مع بعض كده عند مثلث، مثلث كده مثلا يا ولاد أ ب ج، نرسم كده مع بعض. هذا مثلث أ ب ج مثلث، ممكن اسمه ايه؟ س ص ع، مش كده؟ ولا أ ب ج رقم 5، بيقول لي س ل متوسط في المثلث س ص ع، هنا س ص ع اهي وس ل متوسط، يعني ل مثلا هنا في المنتصف بين ص و ع، وعندنا متوسط اسمه س ل. المتوسط ده بيقسم المثلث لمثلثين متساويين في المساحة. مساحة المثلث س ص ل هتساوي نصف مساحة المثلث كله اللي هو س ص ع، يبقى مساحة المثلث س، شايفين، س ص ل نصف مساحة
المثلث س ص ع. خلاص. طيب رقم 2، الشكل المقابل أ ب ج مثلث في أ د متوسط وهاء تنتمي للقطعة أ د، رسم ب هاء و ج هاء، برهن أن مساحة المثلث أ ب هاء بتساوي مساحة المثلث أ ج هاء ثم لذلك. بما أن الأول أ د متوسط في المثلث أ ب ج، إذن مساحة المثلث أ ب د بتساوي مساحة المثلث أ ج د، لأن يعني متوسط وبيقسم المثلث لمثلثين متساويين في المساحة. إذن مساحة المثلث أ ب د بتساوي مساحة المثلث أ ج د. وبما أن عندي في المثلث هاء ب ج هاء د متوسط، بما أن هاء د متوسط، هاء د قطعة هاء د متوسط في المثلث هاء ب ج، إذن مساحة المثلث هاء ب د تساوي مساحة المثلث هاء ج د. بطرح طرفي 2 من طرفي 1، علاقتين هنطرحهم من بعض، علاقة 2 وعلاقة 1، يعني المثلث الكبير يا ولاد أ ب ج هشيل منه هاء ب د، هيتبقى أ ب هاء، مساحة مثلث أ ب هاء هتساوي مساحة مثلث أ ج هاء. خلينا نشوف الم د شكل رباعي تقاطع قطراه في م وأ د بيوازي هاء وواو يوازي ب ج. اثبت إن مساحة المثلث أ ب هاء بتساوي مساحة المثلث د ج واو. بداية هنثبت إن المثلث أ هاء د والمثلث أ واو د زي بعض في المساحة، عن طريق إن هما مشتركين في قاعدة واحدة أ د، ورؤوسهم بتقع على مستقيم يوازي القاعدة، يعني الهاء واو ده يوازي الضلع أ د اللي هي قاعدة بتحمل المثلث الأول والمثلث التاني اللي هو أ هاء د وأ واو د. تمام، أثبت إن هما الاتنين في المساحة. بعد كده بثبت إن المثلث أ ب د والمثلث أ ج د متساويين في المساحة، عن طريق إن هما مشتركين في قاعدة واحدة أ د ورؤوسهم ب و ج بتقع على مستقيم بيوازي القاعدة. وبعدين أحذف في العلاقتين من بعض فأستنتج إن أ ب هاء يساوي مساحة المثلث د واو ج. شوف كده الخطوات مع بعض أهي مكتوبة. بما أن المثلثين أ هاء د و أ واو د يشتركان في قاعدة أ د ومحصوران بين المستقيم أ د يوازي هاء واو، إذن مساحة المثلث أ هاء د بتساوي مساحة المثلث أ واو د. وبما أن المثلثين أ ب د و أ ج د بيشتركوا في قاعدة واحدة أ د ومحصورين بين أ د يوازي ب ج، إذن مساحة المثلث أ ب د بتساوي مساحة المثلث أ ج د. نقول له بطرح طرفي المعادلة 1 من طرفي المعادلة 2، فيتبقى إن مساحة المثلث أ ب هاء بتساوي مساحة المثلث د ج واو. صفحة 189، الشكل المقابل س ص ع مثلث فيه ص ب بتساوي ج ع، وعندي س ع توازي أ ج. عايزين نثبت إن مساحة المثلث أ ص ب اللي هو الأحمر تساوي مساحة المثلث أ س ج س ج اللي هو الأزرق. طيب فكرة الحل، إحنا عندنا أ ج بيوازي ص ع، يبقى أنا أقدر أثبت إن المثلث أ ج ع والمثلث أ ج س متساويين في المساحة لأنهم مشتركين في قاعدة واحدة اللي هي أ ج، ورؤوسهم بتقع على مستقيم اللي هو س ع يوازي القاعدة أ ج. يعني أستنتج إن مساحة المثلث س أ ج تساوي مساحة المثلث ع أ ج. بعد كده المثلثين أ ص ب ومثلث أ ج ع قواعدهم متساوية في الطول وهما مشتركين في نفس الرأس، وبالتالي أستنتج إن مساحة المثلث أ ص ب تساوي مساحة المثلث أ ج. دي سماها علاقة 2، أقول من 1 و2 نجد أن المثلث أ ج س والمثلث أ ص ب هيكونوا متساويين في المساحة. شوف كده البرهان مع بعض. برهان، بما أن المثلث أ ب ص والمثلث أ ج ع فيهما ص ب تطابق ج ع ومشتركان في الرأس أ، إذا مساحة المثلث أ ب ص بتساوي مساحة المثلث أ ج ع. وبما أن المثلث أ ج ع والمثلث أ ج س مشتركين في القاعدة اللي هي أ ج ومحصورين بين المستقيمين أ ج يوازي س ع، إذا مساحة المثلث أ ج س تساوي مساحة المثلث أ ج ع. من علاقة 1 و2 هنستنتج إن مساحة المثلث أ ص ب تساوي مساحة المثلث أ س ج. شوف مع بعض صفحة 193،
الشكل المقابل ألف باء تواز دال جيم. أكمل وفسر إجابتك. رقم واحد قول لي مساحة المثلث ألف دال باء، هو اللي بتساوي مساحة المثلث، خد بالك ألف دال باء اللي هو اللي تحت تساوي إيه المثلث اللي زيه اللي هو إيه باء جيم ألف، أو أقول عليه ألف جيم باء لأنهم مشتركين في قاعدة واحدة اللي هي ألف باء، ورؤوسهم بتقع على مستقيم اللي هما الرأس ألف رأس جيم بيقع على مستقيم اللي هو دال جيم بيوازي القاعدة دال باء. خد بالك المثلث ألف دال باء، المثلث التاني باء جيم ألف، مشتركين في قاعدة واحدة ألف باء، ورأسيهما ألف رأسيهما دال وجيم يقعان على مستقيم دال جيم يوازي القاعدة باء جيم. طيب المثلث دال ألف جيم، دال ألف جيم يساوي المثلث دال باء جيم في المساحة لأنهم مشتركين في قاعدة واحدة دال جيم، ورأسيهما دال وباء يقعان على مستقيم يوازي هذه القاعدة اللي هي دال جيم. المثلث اللي بعده دال ألف ميم يطابق أو يساوي مساحة المثلث جيم باء ميم، الاتنين زي بعض في المساحة، هي عن طريق الحذف يا أولاد. يعني العلاقة الأولى لو يعني ممكن نحذف مثلث، يعني طالما إحنا أثبتنا إن ألف دال باء بيساوي جيم ألف باء ممكن أحذف المثلث ميم ألف باء من الطرفين اللي هي العلاقة رقم اتنين. لما بحذف منها مساحة المثلث ميم دال ميم ألف باء من الطرفين هيتبقى عندي إن مساحة المثلث دال ألف ميم تساوي مساحة المثلث جيم ميم باء، أو ممكن آخد العلاقة اللي عندي اللي هي علاقة واحد، المثلث ألف دال باء والمثلث ألف جيم باء متساويين في المساحة، يبقى أقدر أحذف المثلث اللي جوه ده اللي هو ميم ألف باء من الطرفين، فيتفضل عندي مساحة المثلث دال ألف ميم تساوي مساحة المثلث جيم باء ميم. شوف المسألة اللي معانا رقم أربعة، في الشكل المقابل عندنا مثلث د منتصف ألف باء وهاء منتصف ألف جيم، وعايزين نثبت إن مساحة المثلث الأحمر بيساوي الأزرق اللي هو د باء هاء يساوي مساحة المثلث د جيم هاء. طيب هنثبتها ازاي يا ولاد؟ خد بالك انت عندك د وهاء منتصفة ألف باء وألف جيم، خدنا نظرية قبل كده القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في المثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نصفه، يبقى انت عندك د هاء هتوازي باء جيم، يبقى تقدر تثبت بقى المثلثين زي بعض، مثلثين د باء هاء ود جيم هاء مشتركين في قاعدة واحدة اللي هي د هاء، ورأسيهما باء وجيم يقعان على المستقيم باء جيم يوازي د هاء، إذا مساحة المثلث د باء هاء بتساوي مساحة المثلث د جيم هاء. يبقى انت أثبتت إن هما بيوازوا بعض أصلا من خواص المثلث النظرية، القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في المثلث توازي الضلع الثالث وطولها يساوي نصف طول الضلع الثالث. رقم أربعة معانا يا أولاد، برهان مكتوب، بما أن د وهاء منتصف ألف باء وألف جيم على الترتيب، إذا د هاء توازي باء جيم، وبما أن د باء هاء ود جيم هاء مثلثان مشتركان في القاعدة د هاء ومحصوران بين د هاء يوازي باء جيم، إذا مساحة المثلث د باء هاء تساوي مساحة المثلث د جيم هاء. شوف المسألة صفحة 191، الشكل المقابل اثبت أن مساحة المثلث ألف باء هاء بتساوي مساحة المثلث جيم دال هاء. أنت عندك ألف دال بتساوي هاء جيم، وعندي المثلث باء ألف دال وباء جيم هاء مشتركين في الرأس باء، قواعدهم متساوية، يعني مساحة المثلث باء ألف دال بتساوي مساحة المثلث باء هاء جيم. أرجع بعد كده أقول بإضافة مساحة المثلث باء دال هاء للطرفين، فنستنتج إن مساحة المثلث ب ألف ه تساوي مساحة المثلث ج ب ت. البرهان معانا أهو يا ولاد مكتوب، بما أن في المثلثين ألف ب د وج ب ه، ألف د بتساوي ه ج، وعندي مشتركين في الرأس ب، إذا مساحة المثلث ألف ب د تساوي مساحة المثلث ب ه ج، وبإضافة مساحة المثلث ب د ه للطرفين نستنتج إن مساحة المثلث ألف باء هاء تساوي مساحة المثلث جيم باء تال. شوف رقم خمسة، ألف باء جيم دال شكل رباعي وهاء تنتمي لباء جيم، بحيث ألف هاء توازي دال جيم، اثبت أن مساحة المثلث ألف باء جيم تساوي مساحة الشكل ألف باء هاء دال.
لو ركزنا يا ولاد هنلاقي ان الف هاء بتوازي د ج، وعند المثلث الف د هاء المثلث الف ج هاء قواعدهم متساويه، يعني الاتنين مرسومين على قاعده واحده اللي هي الف هاء، ورأسيهما اللي هما د و ج يقعان على المستقيم د ج يوازي الف هاء. اذا مساحه المثلث الف د هاء تساوي مساحه المثلث الف ج هاء. ولو ضفنا مساحه المثلث الف ب هاء للطرفين فهنستنتج ان مساحه الشكل أ ب ه د تساوي مساحة المثلث أ ب ج. البرهان مكتوب يا ولاد، بما أن أ ه يوازي د ج والمثلث أ ه د و أ ه ج مشتركان في قاعدة أ ه ومحصورين بين أ ه يوازي د ج، إذا مساحة المثلث أ ه د بتساوي مساحة المثلث أ ه ج. هرجع بعد كده أضيف مساحة المثلث أ ب ه للطرفين، استنتج إن مساحة المثلث أ ب ج تساوي مساحة الشكل أ ب ه د.